المهندسين من كل أنحاء العراق، من كل كافة الاختصاصات. مطلبنا واحد هو التعيين، مطلبنا التعيين، لأن عمرنا دا يمشي وعوائلنا دا تنتظرنا، وإحنا أصحابين شهايد والبلد يحتاجنا. وهذا العدد الكلي، عدد المهندسين من كافة أنحاء العراق، من كافة الاختصاصات، قادر على بناء عراق موحد، عراق جديد. طالب التعيين إن شاء الله، ونتأمل خير برئاسة الوزراء فضل الأب مصطفى الكاظمي، اللي يدعو كل العراقيين للمواطنة، وإحنا أهل المواطنة، إحنا الجيل اللي راح نبني هذا العراق إن شاء الله. يعتبر المهندس النواة واللبنة الأولى لبناء الدولة، فاليوم كل المهندسين من جميع الاختصاصات من كافة محافظات العراق جايين بهذا التجمع الجماهيري الهائل للمطالبة بحقوقهم، حقوقهم هي التعيين أسوة بأقرانهم. إحنا أصحاب شهادات وخبرة، إحنا مطلبنا التعيين. إحنا اليوم عندنا هواي عوائل فقيرة عملهم بالتعيين، الدولة ما تعطي تعيينات، إحنا مطلبنا بس التعيين. يعني إحنا اليوم طلعنا مسيرة وكلها طلعت وكلها مطلبها واحد هو التعيين. إحنا نريد نبني العراق، إحنا بيد ودولة واحدة، إحنا طالعين نريد نخدم العراق، إحنا نريد نخدم الدولة. إحنا مهندسين، إحنا أكثر طبقة مثقفة، إحنا أكثر طبقة تعرضت للتهميش. ختام النشرة تذكر